إحدى الاستثناءات الكبرى من السنن الإلهية الثابتة قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لعله هذا الاستثناء الإلهي نابع من أن العمل الذي قام به سيد الشهداء كان عملا استثنائيا. نحن لا نجد في التاريخ مثيلا لهذا العمل، ولن نجد في التاريخ مثيلا لهذا العمل. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يمثل قمة في التضحية، والله تعالى على أثر ابتلائه بتلك الكلمات أعطاه مقام الإمامة، امتحنه في نفسه وامتحنه في ولده وامتحنه في أهله، فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. ولكن أين الامتحان الذي قدمه نبي الله إبراهيم والامتحان الذي قدمه سيد الشهداء؟ هل يمكن أن نقارن الامتحان الذي ابتلى الله به نبيه إبراهيم في أهله مع الامتحان الذي ابتلى الله به الحسين في أهله؟ الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي خنقتني العبرة، وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. أين ذلك الامتحان وهذا الامتحان؟ أين ذلك الامتحان على عظمته؟ امتحان نبي الله إبراهيم كان عظيما جدا، أن يأتي أب في كهولته ويذبح ولده، هذا امتحان شاق جدا. فهذا الامتحان الكبير الذي ابتلى الله به إبراهيم، أين هذا من الامتحان الذي امتحن به سيد الشهداء في أولاده، في إخوته، في أهل بيته، في أصحابه؟ في طفله الرضيع، أين الامتحان الذي ابتلى الله به نبي الله إبراهيم في نفسه، والامتحان الذي ابتلى الله به الحسين في نفسه؟ عمل الإمام الحسين صلوات الله عليه كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده. والإمام الحسين صلوات الله عليه ذهب في النهاية إلى النهاية في هذا الامتحان.